طيب في جماهير الاهلي معانا محضرين لهم يعني او محضرين لك انت يعني تقرير كده بيتكلموا فيه عنك، هنشوف الكلام ده ونرجع تاني. يعني جانا فروم معروف عنها ان هي يعني كانت من وهي صغيره بطله حقيقي يعني، وهي امتداد طبعا لابطال كتير خارجين من النادي الاهلي، وبنبارك لها تاني وتالت ورابع. بقول لها الف مبروك ويا رب دايما من نجاح لنجاح، واتمنى ان انا اشوف بنتي زيك كده في مكانه كويسه وفي اخلاقك وفي نجاحك، والف الف مبروك. باين اللي هيبقى ليها مستقبل باهر يعني، هي واضحه من الاول يعني، ربنا يوفقها يا رب وربنا يكرمها ان شاء الله. وحاجه جميله جدا انها شرفت النادي الاهلي، خصوصا انها اخذت بطوله العالم، وده انجاز كبير جدا في الظروف اللي احنا فيها. شرف كبير جدا لمصر كلها يعني، والنادي الاهلي طبعا خاصه، ان بطله زي دي تاخد بطوله بالحجم دوت. بنت من بناتنا وما شاء الله عليها يعني، وان شاء الله يعني من تقدم لتقدم ومن بطوله لبطوله باذن الله. انت شرفتينا كلنا وشرفت مصر بالكامل. جيانا شرفتنا طبعا، وبطوله كبيره طبعا لمصر وللنادي الاهلي. بقول لها ربنا يوفقك، وده انت عملتي حاجه انجاز مهم جدا، شرف لينا كلنا، وان شاء الله نتوقع يعني اكتر من كده كمان، واستمراريه في البطوله نفسها يعني. اقول لها دايما دايما يعني انت اكيد متفوقه دراسيا زي متفوقه في رياضيا برضو، فباذن الله باذن الله برضو في المستقبل هيبقى احسن واحسن بالنسبه للحياه العمليه والحياه الرياضيه باذن الله تعالى. يا ريت تكوني كده تستمر على هذا الفوز باستمرار، وتبقى فخر النادي الاهلي وفخر مصر وفخر البلاد العربيه كلها طبعا ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله عليكي، بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يوفقك دايما ودايما رفع اسم مصر واسم النادي الاهلي، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. اقول لها طبعا كملي، وكاراتيه وكل الالعاب الفرديه طبعا لا تقل اهميه عن الالعاب الجماعيه، بل هي طبعا من الالعاب المميزه وبتعلم الدفاع عن النفس. ما شاء الله عليك، يعني ربنا يوفقك دايما وتنجحي في كل مجالات حياتك كده زي ما رفعتي اسمنا ورفعتي اسم النادي الاهلي، واتمنى ان انا اشوف ولادي زيك كده يا رب.